صباح. بصراحه بما اني مسافر وبعيد عن استوديو صباح كوره، فما كنتش عامل في حسابي اني ممكن اصور حلقه الاسبوع ده، انما بعد الاداء الرفيع لمنتخب ايطاليا في كاس القارات حسيت زي ناس كتير قوي اني لازم اطلع شويه من الكبت اللي جوايا، مع ان حلقه النهارده ممكن ما تكونش بجوده عاليه قوي، انها بالتاكيد الكلام هيكون في الصميم. مش عيب ان مدرب يجرب طريقه لعب جديده، تشكيله جديده، او حتى لعيبه مختلفه في اول مباراه لي في البطوله، انما العيب انه بعد ما شاف الكوارث والفضايح اللي حصلت في الماتش الاولاني يرجع يكررها هي بالظبط في المباراه الثانيه، بس عشان نتيجه المباراه الاولانيه كانت في مصلحته بالذات. وان اللي ميز المدرب ده وخلى ناس كتير قوي تحبه بما فيهم انا هو ان عنده ليونه تكتيكيه، وعمره ما بيحط شخصيته قدام مصلحه الفرقه، مش بيتكبر على الكوره يعني من الاخر، وده عكس اللي شفناه حتى الان في كاس القارات من سيزاري برانديلي. خطه برانديلي ال 4-3-2-1 في ماتش المكسيك شهدت رباعي خط ظهر منهم كليني وبرزالي ويغيب عنهم ثلاثهم بونوتشي، اما قدام فبالوتيلي كان بيلعب ورا اثنين جاكريني وماركيزيو، الاثنين بيلعبوا في مراكز غير المراكز اللي بيلعبوا فيها مع اليوفي. اما في ماتش اليابان فتغييرات برانديلي كانت اغرب واغرب، فقرر انه يطلع ماركيزيو وينزل اكويلاني عشان يبقى في الملعب في نفس الوقت اكويلاني ديروسي بيرلو ومونتوليفو، كل دول صناع لعب. وناحيه اليمين لعب ماجو مكان اباتي، تبديل ما فرقش كتير، انما الصايع في الحوار ده كان البرتو زاكيروني مدرب اليابان اللي اتفرج على الماتش مكسيك كويس قوي وركز في نقطه الضعف ونجح في انه يشحور ايطاليا على مدار ال 90 دقيقه. دي ال 4-3-2-1 بتاعت برانديلي. احب ابدا بالمثلث الهجومي، بالوتيلي بيلعب ورا اثنين جاكيريني والناحيه الثانيه ماركيزيو او اكولاني في الماتشين. مشكله المثلث ده انه ضيق قوي في عمق الملعب، ما هوش مثلث واسع يستغل الاطراف، وده بيعمل مشكله كبيره لايطاليا. اولها ان لما مونتوليفو وديروسي او حتى بيرلو بيبداوا يزيدوا شويه في عمق الملعب بيزنقوا المساحات على الاثنين دول، عشان كده بنلاحظ مثلا ماركيزيو في المباراه الاولى ما ظهرش تماما لان معظم الوقت ديروسي كان بيزيد بالكوره، وبما ان ماركيزيو بيحبش يروح على الخط وطبيعته بيخش في قلب الملعب في زحمه المدافعين وبالتالي ما بيظهرش. في نفس الوقت ما شفناش اي استغلال للمساحات من على الخطوط اذا كان على اليمين او على الشمال، ما شفناش مثلا مثلثات ما بين ديتشيليو ومونتوليفو وجاكريني ولا نفس المثلث ده الناحيه الثانيه. كل المشاكل دي اضطرت ايطاليا انها تركز معظم هجماتها من قلب الملعب، وده اسهل حاجه على دفاع فريق الخصم. اللي يشل بقى ان في مجموعه اللعيبه اللي مع برانديلي في منتخب ايطاليا دلوقت في ناس كتير بتعرف تلعب حلو قوي على الخط وممكن يساعدوا في توسيع المثلث ده، زي كاندريفا مثلا اللي مادي موسم فوق الخيال مع لاتزيو، او ستيفان شعراوي اللي بيلعب في الحته دي على الشمال مع ميلان وبيادي دوره الدفاعي على اكمل وجه، في ديامانتي، في تشيرشي، او حتى جاكريني. ممكن اعدي للبرانديلي ان هو بيحب جاكريني وعايز يلعبه اساسي في كل مباراه، انها مشكلتي الكبيره في المركز اللي بيلعب فيه. لو جاكريني لعب على الخط ممكن يستغل اهم مميزاته وهي انه ما بيبطلش جري وما كان على في نص الملعب في الهجوم واهم من كده في الدفاع، انما المشكله المركز اللي بيلعب فيه ما تواجدش اللعيب زي ده، اتواجد اللعيب زي توتي زي ديلبيرو او زي كاسانو، اللعيبه اللي بتعرف تخترق دفاعات الخصم وتخلق فرص كتير ما حدش يقدر يتوقعها. وبمنتهى البساطه الخصائص دي مش موجوده في جاكريني. دفاعيا بقى الموضوع كان اوحش بكتير، زي ما قلت المثلث ده كان ضيق، لو كان اوسع شويه غير الفايده الهجوميه كنا هنقدر نشوف ان اللاعبين دول عندهم واجبات دفاعيه واضحه وصريحه في مسانده الظاهرين على الشمال واليمين، حاجه كده زي ريبيري وروبن في بايرن ميونخ، انما طبعا ده ما كانش بيحصل، وكان مطالب من ديروسي ومونتريفو كل واحد انه يروح يساعد الظهير اللي جنبه، على امل ان جاكريني واكويلاني هما اللي يرجعوا في قلب الملعب ويساعدوا بيرلو في العمق، وده يا ايها الساده اسمه العك الكروي. وطبعا مفيش اي حاجه من الكلام ده حصلت، بالذات وان زاكيروني كان مركز هجومه من على الطرفين بالذات الناحيه الشمال بتاعت كاجاوا، وساب دي روسي لا عارف يساعد ماجيو ولا عارف يساعد بيرلو، وبعد كده بدات لعيبه اليابان تخترق من العمق كمان ويعملوا زياده عدديه على بيرلو وبرزالي وكليني، وطبعا جاكيريني واكويلاني تكتيكيا كانوا تايهين تماما. مشكله خط دفاع ايطاليا سهله جدا، زي 1+1=2. اقوى خط دفاع في ايطاليا هو دفاع اليوفي المكون من 3 اثبتوا نجاحهم في الكالتشيو وفي الشامبيونز ليج. تيجي انت في المنتخب وتختار 2 منهم بس وتلعب ب4 ورا وتشيل بونوتشي اللي متعودين كليني وبرزالي انه بيلعب ما بينهم؟ اجابه السؤال ده للاسف مش موجوده عندي. طب بلاش، تعالوا نرجع لليورو اللي فاتت، هنلاقي ان افضل اداء اداه ايطاليا واحلى شكل عملوه كان ب3 ورا، بس ساعتها دي روسيا هو اللي كان بيلعب ما بين قلبي الدفاع، وإيطاليا غير أنها استفادت من التغطية الدفاعية وقفل المساحات استفادت كمان من صانع ألعاب تاني ممكن يبني الهجمة من ورا غير بيرلو. طب بلاش، تعالوا نرجع لمباراة النهائي بطولة أوروبا ضد أسبانيا
الشماعه اللي اتعلق عليها الهزيمه الكبيره كانت شماعه الاجهاد. في رايي الاجهاد كان فعلا ليه دور، ولكن الدور الاساسي رجوع برانديلي مره تانية لتكتيك 4 ورا بدل 3. وبصراحه كده ده اللي شفناه بالظبط ضد اليابان امبارح، ولو كانت اسبانيا هي اللي بتلعب بدل اليابان كنا خدنا نفس الاربع تجوان بس في شوط واحد. ويجي برانديلي بعد الماتش يقول لك اصل اللعيبه كان عندها اجهاد في اخر ربع ساعه. لا راجل، ده كلام يخش العقل برضو. واول نص ساعه اللعيبه كانت نازله من بيتها مجهده. عشان بس اقلل الرغي باختصار شديد، منتخب ايطاليا باللعيبه الحاليين ما بيعرفش يدافع غير بثلاثة ورا. العب 5-3-2 شغال، العب 3-4-3 شغال، انما اول ما تلعب باربعة ورا هنشرب. وقبل ما اختم عايز اقول حاجه صغيره قوي على اندريا بيرلو اللي بالتاكيد قدم امبارح واحد من اوحش مبارياته على الاطلاق. واختلف مع ناس كتير قوي كانت شايفه ان السبب في ده تكتيكي، وفي ان تشكيل برانديلي ما بيخليش فيه حمايه كافيه لبيرلو في نص الملعب. انما في رايي بمنتهى البساطه بيرلو لاعب وحش، لانه في الاخر بشر، ممكن يديك 10 مباريات فوق الخيال ويجي في ماتش يلعب وحش. انا قلت لكم رايي في التغييرات اللي احب اشوفها في منتخب ايطاليا قبل مباراه البرازيل، فيا ريت انتوا تقولوا لي رايكم في التغييرات التكتيكيه او في التشكيله اللي تحبوا تشوفوا ايطاليا بتلعب بيها قبل اللقاء الحاسم امام البرازيل يوم السبت اللي هيحدد مين اللي هيلعب اسبانيا في الدور قبل النهائي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الاسبوع الجاي. سلام.